شفتوش يا ماما، ما شفتوش. هنتقابل كلنا في الجنة إن شاء الله. وسلمت عليا؟ يلا روح جنب خالك عشان تاخد عز أبوك. يلا بطل عياط قوم. حاضر يا ماما. بالراحة على الواد يا عواطف، ده أبوه لسه ميت. ما تقصدش يا أختي، هي قصدها إن الجدع جاي ملهوف على أبوه. بس اعتدال. أنا ما أقصدش يا عواطف. بقول لك إيه يا ولية؟ انتي من ساعة ما جيتي وقعدتي جنب أم أحمد وأنتوا نازلين رغي وأنا ساكتة، لكن هتعلميني أكلم ابني إزاي؟ يلا مش غوري على بيتك، مش عايزاكي هنا. يلا قومي. بقول لكم إيه يا نسوان، يهم أنتوا. يلا امشوا من هنا، مش عايزاكم. يلا امشوا من بيتي غوروا. شكر الله سعيكم يا رب تموتوا. امشوا، بقول لكم مش عايزاكم هنا. امشوا، يلا امشوا من بيتي. امشوا، مش عايزة حد هنا خالص. قال الله يابا. سلامة. حبيبي يا ابني. شكر الله سعيكم جميعا. غفر الله ذنبك. ظهر ان مبي لحقني يا عماد. تالت حد أحبه يموت قدام عيني. استغفر الله العظيم. بتقولش كده يا أخي، ده قضاء ربنا. هي ليه الفرحة بقت عزيزة؟ كنت فاكر يعني لما أبقى غني مفيش حاجة هتزعلني تاني. مش هتحيلك يا سعيد. أنت قدها قدود. قد إيه؟ قد الموت؟ لا أنا مش قده يا عماد. حاسس إني رجعت غلبان وضعيف زي الأول. وده بقى موضوع مضايقني. هو إيه اللي حصل يابا؟ هيكون إيه يعني؟ عمك إسماعيل مات. مش القصد. أنا طلعت لك الشقة، عينيا جريت ورايا على السلم، قلت لي إنك ما بقيتش قاعد في الشقة، وإنك قاعد تحت في العزا. لا دي قصة طويلة بقى يطول شرحها. أبوك طلع حمار فيها وانضحك عليه. سيبك مني أنا. قول لي بقى أنت عامل إيه وأخبارك إيه؟ شكلك كده القشة معدن. ربنا فتحها عليا قوي بعد ما سبتك. ربنا يكرمك يا ابني. بجد يابا، انا كنت حاسس اني قعدت جنبك هي اللي جايبه لي الفقر. ولما هي كانت جايبه لك الفقر، ايه اللي جابك تاني؟ ايه اللي رجعك؟ لا دي قصه طويله قوي بحكيها لك بعدين. ايه في ايه؟ عمالين تلفوا وتدوروا عليا، ما تقولوا كنتوا فين وسافرتوا ليه؟ بس بصراحه يا ماما احنا خايفين عليكي. لا يا ضنايا ما تخافيش عليا، من كتر ما شفت وعشت خلاص جبتش نحاسب. قولوا قولوا ما تخافوش. يا ماما حماده في مصر وقاعد في فندق. ايه بينا نروح له. ايه يابا الشاي ده ماسخ كده ليه؟ معلش بقى على قدي. المهم كمل لي عملت ايه. ولا حاجه، فضلت بقى الف على الورش يابا، من الورشه دي للورشه دي لحد ما جت قرعتي في شركه الماني. الماني حته واحده؟ اه بس كل شغال فيها مصريين، بس الخواجه صاحب الشركه راجل الماني، كان ممشي الناس كلها على العجين ما تلخبطوش. اه طبعا احنا شغلنا بلدي، انما هم بقى سكه تانيه في الصنعه. لا بس انا اتعلمت منهم لحد ما بقيت قسطة ولميت فلوس حلوه قوي. ادعي بقى للي علمك. الله يكرمك يا استاذ جورج. استاذ جورج مش انا اللي علمتك يا واد؟ يابا طلع كل اللي انت علمتهولي غلط. اما انت صحيح عيل دغوف. يابا خلاص بقى كبرت على الكلام ده، سيبك بقى من الشغل زمان. وانت ليه اللي رجعت؟ وحشتني وانت شوف. يعني كنت خايف السعوديه؟ ما انت كنت هنا وما هنش عليك تسال مره عليا. مش انت اللي طردتني عشان خاطر اللي جت ردتك بعد كده من الشقه؟ صحيح كما تدين وتدان. زي ما انت يا سلامه، نفس غباوه امك. انا مش جاي اتخانق يابا، انا جاي عشان انت وحشتني. ولا جاي عشان تشمت فيا؟ ما تهونش عليا،
انت في الاخر يا ابويا. وزعه من وش هنزل اشوف حماده. يا ماما صلي على النبي، هتنزلي فين؟ لما توصلي تبقى الساعه 2 بالليل، هتروحي فين؟ هنزل اروح اشوفه في الفندق اللي هو فيه. يا ماما ما قلنا لك ساب الفندق وحطه اهي. يعني ايه؟ يعني ابني بعد ما ضاع وليد يعملني تاني؟ انا هنزل وربنا هيعطلني فيه. اوعي يا حوريه من وش. استني بس يا ماما للصبح وانا هاجي معاك. وانا من هنا لغايه الصبح هقعد اعمل ايه؟ مش هتفرق من هنا للصبح، هو سواد الليل بس. تعالي بس اهدي بس يا حبيبي. يا ابني يا ضنايا عليك تروح مني تاني. يا ماما يا حبيبتي خلينا نفكر بالعقل. لما هو قاعد في مصر ما بيسألش علينا ليه؟ يمكن عنده ظروف. حد عارف؟ يعني هو يعيش متهني بقاله 4 سنين وسايبنا عايشين كده؟ براحته يعيش زي ما هو عايز. حد بيجيب له حاجة؟ انت بتدافع عنه بعد كل اللي عمله فينا؟ زي ما بدافع عنك. ما انت ابني وبيتني في التخشيبة، ولا انت ابني وهو مش ابني؟ بس انا ما سبتكيش ومشيت. يا ريت كنت مشيت، ده انت قعدتك معايا. استغفرك يا رب واتوب اليك. كملي، مالها قعدتي معاكي؟ احنا مش فيك دلوقتي، احنا في حماده اللي اختفى 4 سنين وفجاه ظهر. يا ماما احنا ما شفناهوش، يعني مش متاكدين اذا كان هو ولا لا. ما انتوا لو كنتوا قعدتوا واستنيتوا كنتوا هتتاكدوا. هتوحشيني يا ماما. وانت كمان يا حبيبي، خلي بالك من نفسك وانا هاجي لك الزياره الجايه. هو ما ينفعش حصل، يعني نسيبه بيت مع عمه وبعدين نوديه الصبح. التصريح اللي معايا لغايه 12 بالليل، بعد كده انا وهو نتحاكم. طب والنبي تخلي بالك منه. من عناية. خلي بالك من امي واخواتي يا خال، توصينا على اختيار. خلي بالك انت من نفسك. يلا يا عبد الله. السلام عليكم. مع السلامه يا حبيبي. مع السلامه. مع السلامه يا عبد الله. انا هدخل انام. عايز اقول الله يرحمك يا اسماعيل بس مش قادر اصدقها. الله يرحمه. ادي حال الدنيا. قوم بقى نام لك شويه، انت بقى لك يومين ما نمتش، وبكره بشوف حالك. البيت بقى محتاج لك يا سعيد، اختك وولاد اختك. يلا تصبح على خير. ازيك يا عز؟ سلامة. الله يسلمك يا سلامة. بسم الله ما شاء الله، بدر منور. طبعاً إذنك. ايه ده؟ هو انت بتشرب سجاير يا سلامة؟ ايوه يابا. طب هات سيجارة. اللي صحيح يابا، اخبار عز ايه؟ يعني يابا عزة لسه ما اتجوزتش؟ لا يا اخي، الواحد مش عارف البت دي بختها قليل كده ليه. كويس. الله، هي لسه في دماغك ولا ايه؟ لا ده انا بسأل بس يابا. تلاقيك بقى صرفت فلوسك وما حوشتهاش. يا سلامة، يا رب اكون عرفت اربي. لا ما تخافش يابا، عرفت تربي. وانت بقى معاك قد ايه؟ يعني شوية مش وحشين. ما تضيعهمش بقى وتروح تتجوز بيهم. احنا ممكن نوضب المحل ونفتح معرض جزم حلو كده تشاركني فيه، وهو بعد عمر طويل هيبقى كله بتاعك. ربنا يسهل يابا. ما كل شيء ربنا بيسهل فيه يا ابني، انما قلت ايه؟ يعني ما تاخدنيش على مشمي كده، انا لسه راجع.
سيبني كده وزنها في دماغي. يا ابني انا بدلك على الصالح. ما انا عارف يا وان كان على قصه الجواز ليك عليها يا سيدي. اول ما نوظف المحل نقسم اللي هيطلع، التلت نحوشه والتلت نعيش بيها انا وانت والتلت نجوزك بيه، ايه رايك؟ وفكرك يعني معرض زي ده يشتغل هنا في حتتنا؟ قوي قوي، احنا هنشتغل في الرخيص والشغل السوقي يمشي هنا زي الحلاوه. اللي فيه الخير يقدمه ربنا. يلا قوم بقى نقفل المحل. لا لا نقفل ونروح فين؟ هتيجي بقى عشان تبات معايا. الله، هو انت بقى عندك شقه سلامه؟ يعني خدت حاجه كده على قد كده، اوضه وصاله. لو فلحت يا ولد. لا وناخد معانا بقى ربع كبد على ربع مخ وهظبطك. إبراهيم، راح فين الولد ده؟ حورية يا حورية. أيوة يا ماما. أخوكي راح فين؟ ما أعرفش يا ماما، هو إيه اللي كركب البوفيه كده؟ لازم إبراهيم، ما هو لما بيدور على حاجة بينكش الدنيا كلها. وهو كان في إيه هنا أصلا؟ إيه الأوراق بتاعتنا يا بنتي؟ ورق المعاش والتوكيل بتاع إبراهيم والحاجات دي كلها. في إيه يا حورية؟ في حاجة أنتم مخبيينها عليا وأنا ما أعرفش؟ والله يا ماما ما أعرف. طب يلا غيري هدومك ويلا بينا، أنا مش هستناه. حاضر. ايوه هشام، انا حماده. حماده هشام. طب ما كلمتنيش ليه طيب؟ اه صحيح، تكلمني ازاي والموبايل ده لسه جديد؟ حتى بقالي فتره ما روحتش الاوتيل. وعملت ايه بقى؟ كام؟ طب كويس قوي، زي الفل. سجل بقى الرقم ده عندك وكلمني اي وقت. يا اخي ده احنا اخوات قبل اي حاجه. سلام يا هشام. صباح الخير يا عواطف. اه صباح زي غيره. فطرتي؟ لا. طب فطرت العيال؟ لا. ذنبهم ايه يا عواطف العيال؟ ماليش نفسي اعمل حاجه يا سعيد والنبي سيبني في حالي. تعالى اقعد جنبي. تعالى. انا هروح بس لحد الاوتيل وعندي مشوار كده وبعدين هرجع. طيب. قومي بقى فطري العيال وفكي كده. يا سعيد والنبي ما عايز اعمل حاجه. لا يا عواطف. طيب بس ما تتاخرش عليا. حاضر. مع السلامة. سلام يا أخوي. ألف حمد لله على السلامة. والله فيك الخير يا سلامة يا ابني. الله يسلمك يا أستاذ رجب. أنا أصلي راجع كده ومعايا قرشين وما بقتش محتاج حاجة من أبويا بقى. برضه سلامة، يعني أبوك الخير والبركة؟ مش القصد، أنا قصدي إن أنا بقيت حر نفسي، مش مستني منه حاجة. يا سيدي ربنا يزيدك، بس ما تأخذنيش يا سلامة، يعني أنا لسه مش فاهم مقصودك. أنا طالب إيد عزة يا عمي. ليه ما بتردش ليه يا اسطى رجب؟ الحقيقه يعني لو عليا انا ما ادعيلكش. ليه كده بس يا اسطى؟ ده انا جاي طالب خير. ما انا جيت لك قبل كده زمان فاكر، وقلت لك يلا نجوزها لك. كان الظروف بقى يا اسطى ودماغي قالت لي اعمل كده. كنت فاكر ان انا بلزقها لك صح؟ بصراحه اه، وانا ما بحبش اللي يستغباني. وانت متخيل ان انا ادي بنتي لواحد بالدماغ دي؟ ده انا هستتها، كل اللي نفسها فيها هجيبه. مش مساله مجايب يا ابني، الحكايه مش مجايبه خلاص. الحكايه ان الدنيا قلابه. ما تاخذنيش يعني، انت ما تتضمنش. حقك عليا يا اسطى، حقك على دماغك. بص دماغك بس برضه اقعد يا اخي. تبوس دماغي ايه؟ يا الحكايه بوس دماغ. الحكايه ان انا مش هقدر اديك كلمه دلوقتي. يعني ايه؟ يعني انت زعلان ولا موافق ولا ايه؟ طب هات دماغك. بص برضه تاني يا عم خلاص. انت ايه؟ افهم بقى، بقول لك مش هديك كلمه دلوقتي، لازم الاول اشاور صاحبه الشقه. يعني ايه تعملوا تشيك اوت؟ هو لما حجز حضرتك خلص اضطرينا نتصل بالعنوان اللي عندنا. تحب احجز لحضرتك تاني؟ لا، كان في فاوتشر بتاع بنك. هو فين؟ اخو حضرتك استلمه مع بقيه المتعلقات.
شاء الله يخليك يا اخوي. حمادة حافظ موجود؟ لا يا فندم، بس كان قدامي من شويه وخرج من ناحيه الباب. كان هنا؟ أوراق حضرتك كلها تمام. توكيلات الست الوالدة والست أخت حضرتك وأعلام الوراثة وشهادة الوفاة. كله تمام. طب أنا عايز أصرف بقى. طيب تحب حضرتك أجهز لك نصيبك لوحدك؟ ولا أجهز معاه كمان نصيب مدام جليلة والأستاذة حورية؟ كله. طب إيه رأي حضرتك؟ أعمل لك شيك بالمبلغ مقبول الدفع. تقدر تحطه في أي بنك يعجبك. وكمان ممكن أفتح لك حساب هنا في البنك باسمك. لا أنا مش عايز شيك، أنا عايز أصرف كاش. بس الموضوع ده هياخد وقت شوية، لسه هنتصل بالرئيسي وعلى ما يردوا علينا. أنا معاك. طب حضرتك تحب تشرب حاجة؟ ليمون. ابعت لي يا ابني ليمون فريش. أنا أنصحك تجيب لك عربية سيفتي من اللي بتنقل لنا الفلوس. مش معقول هتمشي بمبلغ زي ده بعربيتك. أنا معيش عربية. أمال كنت هتروح بالفلوس إزاي؟ مش عارف. على كل حال العربية السيفتي مش هتكلفك كتير. سيفتي سيفتي. طيب اتفضل حضرتك ارتاح هنا لحد ما اخلص لك الإجراءات. متشكر. تمام يا فندم، المبلغ وصل وموجود في حساب حضرتك. طيب الحمد لله. ممكن اسحبهم؟ المبلغ كله؟ ايوه وكاش. طب اديني فرصة اراجع المدير وارجع لحضرتك، 10 دقايق بس. ولو ممكن تملى الاستمارة دي. دول شنطتين، كل شنطة فيها 2.5 مليون، وعربية السيفت في انتظارك. بالله استنى حضرتك، معقول هتشيل بنفسك؟ السيكوريتي بتوعنا هيوصلوك. السيكوريتي دول الأمان؟ معلش اتأخرت عليك، بس كان في إجراءات كتيرة في الاستمارة. اتفضل. هو في حاجة؟ الحساب بتاعك فضي. نعم، يعني إيه فضي؟ إيه ده بس حضرتك، ثواني أراجع تاني. اللي في الحساب اتسحب من اسكندرية، في حد معاه توكيل منه، ثواني وأعرف اسم الساحب. ماله سلامة؟ ده حتى ابن حلال وغلبان. غلبان في دماغه. مش ده العريس اللي انا امن على بنتي معاه؟ بنتك عاقلة وهي هتدوره زي ما هي عايزة، عزة ما يتخافش عليها. وافرضي حارن وبنتك ما لقيتلوش عادلة. كله بيجي بالمسايسة. انا مش مستريح الحكاية دي اعتدال. بقول لك ايه، الجوازة دي لو باظت بنتك هتقعد جنبك على طول، هتبقى تالت خطوبة. والتالتة تبتة ان شاء الله. استغفر الله العظيم. نشورها وبعدين نبقى نشوف. وبعدين يا ماما الدنيا ليلت وانا صاحي من امبارح وتعبت. معلش حبيبتي، نستنى كمان شويه يمكن يجي. يا ماما مش موظف الاستقبال قالك ان هو مشي ومش راجع تاني؟ وبعدين انا جوعت. خدي يا دناي هاتيلك ساندويتش. وانتي فاكره انه ده هيجيب ساندويتش من هنا؟ بس بقى يا حوريه اخرجي شوفي لك اي مطعم ولا محل. لا يا ماما كفايه كده، يلا بقى. لو جه وانا ما شفتوش مش هسامحك ولا هسامح نفسي. يا ماما هو لو كان هيجي كان جه، بس انا تعبت وانتي كمان تعبتي، وهو لو عايز يشوفك هيجيلك. انا امه، انا اللي لازم ادور عليه. خلاص يا ماما، عايزه تقعدي انتي اقعدي، انا ماشيه. استني بس يا حوريه. يا ماما انا بجيبها لك بالعقل، مش عايزه تصدقيني. خلاص انت حره. وهتركبي يا بنتي مواصلات كده لوحدك بالليل؟ عشان لو جرالي حاجه يبقى ذنبي في رقبتك. طب نقعد نستنى كمان 10 دقايق، لو ما جاش نمشي مع بعض. 10 دقايق؟ 10 دقايق. موافقه. غريب. ما غريبه الا الشيطان، لولا ان البيت في ميت كنت زغرت. يا بنتي يا بنتي فكري شويه. سلامه ده انت عارفاه اكتر مني.
مش ده العريس اللي انا اتمناهولك. سلامة احسن من غيره يابا، على الاقل شاريني وباقي عليا. يا بنتي ما حدش بيتجوز زهق ولا تخليص حق. اللي انت بتضحي بيه ده عمرك اللي جاي. نسيبيه وهشوف. خلاص، بس انا برضه هديكي فرصه تفكري واحاول ان احنا مش هنعمل حاجه دلوقتي. اللي تشوفه يابا. تعبي وشقايا كله راح يا عماد. ما تعملش في نفسك كده يا سعيد. انت السبب في كل اللي حصل ده. انا؟ عشان لو ما كانش الباسبور الزفت اللي انت عملته ما كانش كل حاجه بقت باسم حماده. طب وانت ايه اللي خلاك تعمل كده؟ عشان ورقي وفلوسي وكل حاجه هناك باسمه، وكنت مستني ارجع عشان انقلها باسمي. طب لما جيت ما نقلتهمش باسمك ليه؟ ما كانتش لسه الفلوس جت. ما كانتش لسه الفلوس جت يا عماد. يعني ايه؟ كل حاجه راحت؟ كده برضه تتأخر عليا يا سعيد. معلش. مالك؟ مفيش. اجيب لك تاكل؟ مش عايز اكل. انا عارفه ان اسمي كان غالي عندك، بس ما ينفعش، الدنيا لازم تمشي. مش انت الاقي كده النهارده الصبح؟ الفلوس راحت يا عاطف. فلوس ايه؟ فلوسي، كل فلوسي راحت. يعني اللي بقى فيه بنزينة ولا فيلا ولا حاجة خالص؟ رجعت شحات زي زمان؟ يا لهوي يا خراب. مين اللي بتصور؟ دي يا عاطف يا عيني، مكلومة على جوزها. الدنيا صبرها. اتفضل اتفضل يا سراجة. اتفضل يا عم. يا رب يا ساتر. اعمل لك شاي. ايه الرجل العزيزه دي؟ بقالك زمان ما بتعملهاش. كلامك كده يا زبرغالي زي يكون مش عارف. لا طبعا ما اعرفش. اها، يعني انت ما تعرفش ان اسم النبي حرص وسلامه جالي لغايه البيت وطلب ايد عزه؟ ليه كده يا سلامه؟ طب حتى كنت تاخدني معاك ولا شورني؟ جرى يابا، ما جراش حاجه. لا لا لا، في ايه يا زبرغالي؟ اذا كانت الحكايه دي يعني مش على هواك، احنا لسه على البر مفضوها سيره. اه، ولا نعمل معرض ولا نيله، وارجع انا اشتغل مع الخواجه الالماني. لا انا قصدي يعني كنت تاخدني معاك برضه. عموما يا سفرغالي، عزه موافقه. بجد؟ بجد يا عم والله؟ وانا هقعد اهزر معاك في حاجه زي دي؟ انا مش مصدق نفسي، انا فرحان قوي، ده انا ممكن ارقص في الشارع دلوقتي. لا اقسم بالله لو رقصت في الشارع ما انا مجوزها لك. لا لا خلاص خلاص، مش هرقص يا عم، انا بس اصلي كنت فرحان شويه. طبعا اقعد كده واسمع مني وسيبك من الشويتين بتوعك دول. بص يا سراجة، ان كان على الاتفاق احنا على اتفاقنا القديم. انا اتفاق قديم ده يا اخويا عمال بتغمزني. اتفاق قديم ايه؟ بتاع 4 سنين فاتوا؟ ما عزه ما اتغيرتش ولا سلامه اتغير، واحنا الاثنين بتوع بعض. ايوه، لا عزه اتغيرت ولا سلامه اتغير، بس الزمن اتغير يا سيبرغالي. بقول لك ايه يا اسطى؟ قصدي يا عمي، كل اللي تعوزه عزه انا هجيبه لك. يخيبك عيل. أبا ليه مسنك يا أبوك قدام حماية؟ استويت وكبرت يا سلامة. الصغير مصيره يكبر يا أبو سلامة. يا أخوانا اتخانقوا بعد ما أمشي لما تبقوا لوحديكوا، دلوقتي اسمعوا مني. قول قول يا عمي قول. يا أخي من غير بوس. حاضر حاضر. والنبي لا يعلمك الأدب من جديد. عاجبني. أنا هي ماشي. اقعد بس يا عمي كده. يا أبا اسكت. سكت. بص بص أنت يا سفرغالي، احنا مش هنعمل اي حاجه غير بعد 40 اسماعيل. عداك العيب يا اسطى رجب، واجب برضه. ليه؟ ده عاطف نفسها ممكن تتجوز قبل 40 اسماعيل. الفلوس دي تعيشنا ملوك، احنا طاقه القدر اتفتحت لنا. واخوك هنسيبه كده؟ اخوك الله يرحمه من زمان. امال الفلوس دي فلوس مين؟ الفلوس دي فلوسنا ورثنا. ورثنا ازاي وصاحبها كان قاعد في الاوتيل؟ اللي قاعد في الاوتيل ده مش حماده، دي مش هدوم حماده ولا مقاس حماده، بس الفلوس دي فلوس حماده. انا مش فاهمه حاجه، انت كل اللي همك في الدنيا انك تاخد الفلوس وخلاص. اسالك يا حماده، بعدين سلامني وانت عايش ولا تسال فين عايشين ازاي؟ شفتي؟ لو الله يرحمه تبقى الفلوس دي فلوسنا ورثنا، ولو عايش يبقى ما يستاهلهاش عشان سابنا مش لاقيين لضا وهو قاعد يتمنجى في الاوتيلات. بطل اسلوبك ده يا ابراهيم، احنا ما نعرفش ظروفه كانت ايه. انا مش عايز اعرف عنه حاجه، كل اللي اعرفه ان الفلوس دي فلوسي فلوسنا وهتتقسم علينا بشرع ربنا. الفلوس لازم ترجع، انا وعيالي لينا فيهم. وانا وعزه ليا فيهم نصيب. عزه مين يا ابو عزه؟ كانت من بيت عيلته. اتخانقوا على ايه؟ ما راحت. هترجع. ايوه هترجع. ازاي بس؟
ازاي بس ايه ده؟ انت بتشتغل طوب الارض. بطلت اشتغلات يا عماد. ارجع لها بقى المره دي. ولا هتقعد عويل وانا ارجع لفرشة الطعميه. فكر كده ومخمخ واحنا من ايدك دي لايدك دي. يا رب انا ما صدقت اكل عيش بالحلال وابعد عن العوق. دي اول مره هتنصب نصبة حلال. ده تعبك وشقاك والفلوس اللي عيالي هيتعلموا بيها وفلوس جوازي من عز. يا دي عز جرعوة. بس خلاص ماشي عز عز بس الفلوس ترجع. ايوه لازم ترجع. ما تقعد بقى تعبتنا. شيش بيش. بس انت شكلك كده مش من هنا. لا والله انا من مصر بس انا بحب اسكندريه قوي. هي بصراحه اسكندريه تتحب. اسكندريه بس ده اسكندريه وناس اسكندريه وبنات اسكندريه. ده انت باين عليك كده شكلك ملعب. لا والله ده انا اغلب من الغلب بس انا نفسي اتجوز واحده اسكندرانيه. يا سيدي شاور البنات على قفا من يشيل. طب انت ما عندكش يعني بنت كده في سن الجواز؟ لا والله انا الحمد لله بنتي اتجوزت وعندها 3 اولاد دلوقتي. قول والله. والله. طب مفيش هنا في المنطقه كده بنوته كده تنفع للجواز؟ حد ساكن هنا، حد ساكن هنا، حد ساكن هنا. انت بتشتغل ايه؟ انا مهندس انشائي. مهندس انشائي، يا اهلا وسهلا. والله هو البيت ده، انت شايف البيت ده؟ ايوه. ناس طيبين قوي فيه، واحده ست اسمها الست جليله وبنتها حوريه. وحوريه دي صغيره؟ يعني قصدي حوريه دي تنفع للجواز؟ حوريه دي بنت طيبه ومتربيه وجدعه قوي، دي طالبه في كليه الصيدله. وعندها اخوات؟ عندها ابراهيم وحماده. حماده دش. طب انا كده كسبت. اهلا. يلا مالك يا، انت عيان ولا ايه؟ عيان بالتخمه. تخمه؟ بيقول لك تخمه، ده تلاقيه واكل له سندوتش فول حمضان قام ضرب في بطنه. بالعند فيك انت بقى، انا متغدي عند اكبر كبابجي في اسكندريه. يا لهوي، انا ما بينفخنيش غير الحوارات بتاعته دي. اقول لك قوم يا دره واحد مش طالبك خالص. يا عم استنى، يمكن يكون معاه فلوس، او بدل ما احنا ضربنا السلك كده يعزمنا مره بدل ال 500,000 مره اللي عزمناها قبل كده. شبيك لبيك. ايه اللي نفسكوا فيه؟ فكك يا وصفي من الواد ده، فكك. طب دول ياكلوا معاك؟ خرب بيتك. الفلوس دي كلها؟ دول يبقوا 10,000 جنيه. يعني كفوا الغدا اللي انتوا عايزين تدفعوه ولا طلع واحدة تانية؟ يا عواطف خليكي في عيالك، احنا طالعين الرحلة. الله، ما تقلقش على العيال، المهم تبقى رجلي على رجلك واحنا بنجيب فلوسنا. اصبري بس وبعدين نبقى نظبطها. نظبط ايه؟ احنا ناخد حتتين قالي ونطلع عليهم، ناخد الفلوس ونرجع على طول. يا سلام، عبطوا هم بقى حاطين الفلوس تحت السرير مستنيين سيادتك تيجي تاخديها. امال هتعمل ايه بس يا سعيد؟ الموضوع ده محتاج خطة. وخطة ما تخرش المية. عماد. أوامرك يا برنس. عايزك تبدأ شغل من الليلة. هجهز وأقول لك. وأنا هخش أنام عشان أعصابي تبقى ثابتة. طب وأنا هعمل إيه؟ لا مؤاخذة يا سلامة، أنا فين العزم؟ طالع عند خطيبتي. خطيبتك؟ ما أنا خطبت عزم، بس نسيني لما يعدي 40 إسماعيل. مش تقول لي مبروك؟ مبروك. عقبالك يا عمر. مين؟ أنا عماد. يعني عماد؟ إيه اللي جابك يخرب بيتك؟ أهو جيت. هتفتحي ولا أمشي؟ لا لا هفتح، استنى. لهوي مالك كده على وشك عفرتين بيتنططوا؟ اهو اخوك هنا. لا اخويا مش هنا، اخويا في الاجنس وبايت للصبح. على الخير. ما عندكيش اي حاجه كلها عشان انا لحمه بطني من الصبح. عيب ان قلبي طري من ناحيتك. ادخل ادخل ثواني وهحضر لك لأ. ايوه مساء الخير. مساء النور. مش ده منزل حماده بيه حافظ؟ ايوه. طب ممكن اقابل الست والدته؟ هو حضرتك من طرف حماده ابني؟ حاجه زي كده. حاجه زي كده يعني ايه؟ من طرفه ولا مش من طرفه؟ ممكن يا فندم نتكلم على انفراد؟ ده ابراهيم ابني اخو حماده. لا مؤاخذه حضرتك مين بالظبط؟ كده ما ينفعش، انا للاسف مضطر امشي، هرجع لما يرجع حماده. لما يرجع منين؟
يعني انت عارف هو فين؟ طبعا ده شغلي، بس للاسف الشديد مع احترامي لابراهيم بيه ما ينفعش نتكلم غير على انفراد. حاضر، اطلع ابراهيم بره. اطلع ولا اطلع ابراهيم. أنا صلاح غازي من المخابرات العامة المصرية. أمانة عليك يا ابني تقولي الحقيقة، ابني في السجن؟ ابنك كويس يا حاجة وزي الفل. ابنك من الناس اللي بتخدم مصر في مهام سرية في الخارج. سرية ليه؟ لأنه أمن وطني وأمن قومي، ما ينفعش حد من الناس العاديين يعرف حاجة. أمك عايشة؟ الله يرحمها. ورحمة أمك تطمني على ابني. ما ينفعش يا حاجة، دي أسرار دولة. مش هفتح بقي المخلوق، أحلف لك على مصحف. لا لا لا، ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ أمال أنت جاي تقول لي إيه؟ جاي أطمنك على ابنك، بعد ما بالصدفة ونتيجة غلطة غير مقصودة ولادك وصلوا لتغطية حمادة. تغطية يعني إيه؟ حمادة مسافر بره وباسم تاني وفي سرية تامة. أنا كده فهم. طب الحمد لله. ومروح يا ابني. انت جاي تضحك عليا؟ حد الله، اضحك عليك ايه يا حاجه؟ لما حماده عرف ان انا عرفت ان هو موجود بعتك تضحك عليا. حاجه جليله، حماده بيه في اسرائيل. اسرائيل ليه؟ حرام عليكم، مسكينه اسير هناك. يا حاجه اهدي، ابنك بطل، ابنك زيي وزي الزميل جمعه الشوان وزيه زي الزميل رفعت الجمال، الشهير إعلاميا برأفة الهجان. ايه يابا؟ مالك بترزع في فردك كده ليه؟ انت في حاجة مضايقك؟ ايوه، انت مضايقني، ولو طول احطك مسرح الفردة دي. ليه كده يابا؟ لو انت متضايق اني رجعت بقى. يا سلامة يا ابني يا حبيبي، تروح تضيع القرشين اللي معاك على الجواز؟ مش احنا قلنا ان احنا هنوضب المحل؟ طب ومال الجواز ومال توضيب المحل؟ الله، ده انت ناصح بقى، يعني انت معاك للجواز ومعاك لتوضيب المحل؟ ان شاء الله معايا. وعزة بقى اللي انت هتتجوزها دي هتعيش معاها في العشة اللي انت عايش فيها؟ قصدك ايه؟ ايه اللي قصدي ايه؟ هو انا بقول فزورة؟ هتقعد مع عزة اللي انت هتتجوزها دي فين؟ هبقى اشوف لها شقة اجار جديد. طب ما بدل ما تدفع في شقة كتير ما تيجي تقعد في شقة ابوك. ايه يابا؟ تفوتت ولا ايه؟ ايه شقة ابويا دي؟ مش عينات حاطط ايدها على الشقة؟ لا، انا شقتي امرها سهل، عينات تاخد لها قرشين وهتسيبها لنا. وانا اللي هدفع برضو؟ الله، مش احسن ما تقعد في شقة جديدة وتدفع لك فيها شيء وشويات؟ طب وفكرك كده تاخد كام؟ بكتير وخمس آلاف جنيه. فكرك كده يابا؟ يعني دخلت عليها. دخلت عليها. مالك مش مبسوط كده ليه؟ ما أنا أول خطوة نجحت. أول خطوة نجحت بس أنا سقطت يا عماد. هي شكت فيك؟ لا، بس أنا ما كنتش طايق نفسي وأنا عمال أكذب على واحدة ملهوفة على ابنها. يا نهارك اسود، انت عندك ضمير؟ بطل هزار يا عماد، مش ناقصك. اتغيرت يا برنس وتعودت على النظافه، بقيت عامل زي صنايعي اللي ساب كاره ولما رجع له دراعاته اتخدلت. وفلوسك هتسيبها؟ لا طبعا، بس كنت افضفض معاك. ما ينفعش كده يا برنس، اجمد. وكلمتها على الفلوس؟ عايز نكلمها على الفلوس من اول مره كده الفار يلعب. ايوه، ارجع بقى الاستاذ، ما انت هو بكمل لياقتك في الملاعب. الله، افتحي يا عنات، ما ينفعش نتكلم كده على السلم. انت وابنك دلوقتي غرب، وانا ما ينفعش ادخل بيتي حد غريب. سلامة راجع بقرشين ومستعد يراضيك عشان الشقة. هو مين ده اللي يراضيني؟ انا يا قلبي كده مرضية، لو عايزين الشقة تدفعوا تمنها. عايزة كام في الشقة يا عنات؟ 120 ألف جنيه ما ينقصوش جنيه. وانت كنت دفعت فيها كام؟ لا، دفعت فيها كتير قوي، دفعت فيها عشرتي معاك يا فرغالي، ودي ما كانتش بالسهل. حرام عليكي، انا بنام في المحل. وكان حد ضربك على ايدك؟ انت كتبتلي الشقه بخطرك. انت اللي غلطان يابا.
سيبك من الغلط دلوقتي يا سلامة. لايميها يا عنات. شوف عايزة كام. أنا اللي عندي قلته. آه معلش بقى، أصل دلوقتي معاد المسلسل العربي وأنا بصراحة ما بحبش أفوت منه أي حلقة. باي. والكلام ده دخل عليك ازاي؟ ده نصاب. ده حلفني على المصحف. قالوا للحرام احلف. يلا انا اللي حلفت مش هو. كمان وما سالكيش على الفلوس؟ لا ولا جاب سيرتها. يبقى انا لازم ابلغ البوليس. استنى يا ابراهيم. يا ابراهيم استنى، افرض كلامه طلع صح وكده عرضنا حياه حماده للخطر. لا يا ابراهيم اوعى، حرام عليك اخوك يا ابني. دي مصدقه؟ خلينا نستنى شويه لغايه ما نشوف الموضوع بجد ولا ايه، وبعدين الراجل شكله محترم. النصابين كلهم شكلهم محترم. خص عليك يا ابراهيم، طفيت فرحتي. معلش يا ماما سيبك من ابراهيم، ده كل اللي يهمه الفلوس وبس. احنا نستنى لغايه ما نشوف الحكايه هترسى على ايه. انا ماشي. رايح فين؟ خارج افك عن نفسي. ما انت مفكوك على طول، ده انت من كتر ما انت مفكوك مش عارفين نلمك. ما انا بخرج كل يوم. جرى ايه يا ماما؟ ايه دول؟ اوعي اوعى وريني. اوعى تقطع البنطلون. اوعى. ايه دول خارج بيهم ليه؟ هات يا ماما ما تزهقنيش. الفلوس دي بتاعت اخوك، لما يرجع خد منه اللي انت عايزه. اخويا مات، الفلوس دي فلوسي. اخوك عايش وهيرجع وانا عارفه. انا مش هصدق اي حاجه غير لما اشوفه بعيني، غير كده الفلوس دي فلوسي ومحدش هياخدها مني. اوعي. بتزوق ايدي بدل ما تزوق ايدي وتسدد ايدك اللي عند ميخا اللي كان عايز يسجني. اخوك اتسرق يا حوريه، الفلوس سرعته. معلش يا ماما، ابراهيم برضو معذور، ما يقدرش يشوف الفلوس دي كلها ويقف يتفرج عليها.